طريقة التعجيل بصيانة الذاكرة التاريخية في البلاد من خلال ترميم وحفظ المآلات والبنيات التاريخية للمملكة. ودعا آخرون أن تكون التدخلات لهذا الإعمار لجميع الشركاء المسؤولين، ولكن يجب أن تكون كل تدخلات بانسجام مع تراث المنطقة وباحترام كبير لخصائصها المعمارية التراثية المتفردة. وهنا يكمن التحدي، وإعادة الإعمار تستدعي أن تكون جل تدخلات وفق مقاربات تشاركية ومقاربات شمولية. والمقاربة التاريخية أيضا أنها تقصد الوجه الكبرى اللي هي منتجة لأسئلة فرعية إن شاء الله الندوة. وكان اعتبر بأن هذا ما تابع تعصبيني، واسمحوا لي أن أدعو على تركيز المداخلة ديالي. طبعا وخلوا بالمراقبة، ولكن أصف نسخة من التركيز الأخ قلت له شو رأيك اللي هي تقدر تجيب بعد عشرات نقلت يعني. إذا أنا غنحاول باش ما غنفصلش، ولكن غادي نبدا. علاقة بالإشكالية التي يقصدها عنوان المائدة المستديرة وتفاعلا مع الشعار المختار بدقة، خاصة أن الهدف الخاص لمداخلتي هو المساهمة في افتحاص تشاركي بالإشكاليات التي تطرحها الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية والصحية والبيئية وتأثيرها على مسار التنمو، باعتبار أن المشاركين في هذا المجال. Thank you.